مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من سياستير، البرنامج اللي بيتكلم في السياسه بس من عيون فناني الكاريكاتير. كل سنه وانتم طيبين، شهر رمضان الكريم، وطبعا الله اكرم واعظم. سبحانه وتعالى قال لنا في القران الكريم: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ومصر دايما بلد الامن والامان. والصوره اللي معانا بتدل على هذا، ان يا رب احفظ مصر دايما، وعلم مصر محوطاه ايدين المصريين وعامله حواليه شكل قلب جميل. وطبعا اي وطن في الدنيا لازم يحميه جيش قوي وعظيم، والجيش المصري من اعظم جيوش العالم منذ القدم. صورتنا اللي جايه صوره بتعبر عن قوه القوات المسلحه في عرض جوي بديع بيرسم قلوب، بيقول لكل المصريين ان الجيش بيحب بلده ودايما يا رب. ويا رب دايما كلمة يا رب بيقولها المصريين من قديم الأزل، مسيحيين ومسلمين. كلمة يا رب كلمة صورها لنا جهاد عورتاني في كلمة يا رب، وحروفها هي حروف الأهرامات، صورة الأهرامات عاملة حروف كلمة يا رب. ومصر دايما بتقول لنا إن هي واقفة معانا، ودايما في كل الميادين. في صورتنا اللي جاية مصر واقفة في ميدان والشعب بينادي، وهي بتقول له الشعار اللي كان لازم ترفعه النهارده هو الشعب كله ايد واحده. فاصل سريع ونرجع تاني نكمل معاكم سياستير. ثلاثين يونيو تعتبر ثورة جديدة وثورة تصحيح ل 25 يناير، والشعب والجيش ايد واحدة، عبر عنها معمر سليم في الشروق في صورة بديعة لكلمة 30 يونيو، وحرف الهاء عامل عليه خوذة العسكري، مما يدل على ان الجيش هو اللي بيحمي الثورة، وكلنا ان شاء الله ايد واحدة. ومن جريدة الاخبار كاريكاتير لمصطفى حسين بشايب راسم في مصر نايمة على ظهرها ومبسوطة جدا، وبتقول في تكلم في التليفون وبتقول: لا مش كلهم هنا، انا قلت لهم كلهم رافعين مطورين رقبتي ومشرفيني في الميادين. طبعا اكيد بتتكلم عن المصريين السائرين اللي دايما في الميدان. ومصطفى حسين برضو في كاريكاتير تاني بيتكلم عن ثورة التصحيح 30 يونيو، وبيصور فيها احد الشباب الثوري وهو نازل شايل علم مصر ونازل الميدان، وجده العجوز اللي لسه قاعد على الكنبة بيقول له: يا ابني الله يخليك، خدني بإيدي، نفسي أروح الميدان وهقول شلمية شلمية. وفي صورة بديعة لمصر اللي بقالها أكتر من 7000 سنة، مصر فيها بتقول: أنا طول عمري مصرية وهفضل مصرية، في صورة إبداع جميل للحضارة المصرية العريقة. والثورة دايما مستمرة، والدليل على التغيير والتجديد صورة جميلة لفنان الكاريكاتير مصور فيها واحد واقف وشايل زرعة في ايده لسه بتنبت ولسه مطلعة ورقة جديدة، وبيقول: الله، الثورة مستمرة، في دليل على التجديد ودليل على ان المصريين دايما عندهم جديد ودايما عندهم امل في ثورتهم وفي كل حاجة هم بيأملوا يكملوها. طبعا سي ان ان اشهر القنوات العالمية ووكالات الاخبار الامريكية، والكل يتهمها في بعض الاوقات بالانحياز. السي ان ان كانت بتقول على الثورة 30 يونيو ان ده انقلاب عسكري، وفي صورة جميلة مصورينها لمجموعة من ميادين مصر، وصور الشباب متتظاهر في كل الميادين وكاتبين عليها: عزيزتي السي ان ان، نحن الانقلاب، اي ان الشعب هو اللي عامل الانقلاب مش الجيش. كاريكاتير معبر من جريدة العرب اليوم مصورة حمار وشايل في بقه كلمة ارحل، وعلى ظهره الرئيس السابق حسني مبارك المعزول، والرئيس الذي يليه محمد مرسي المعزول ايضا، وبتلاحقهم زجاجات المولوتوف والضرب
وده بيدل على قوة الشعب المصري، وان الشعب هو صاحب الزمام، وان اللي بيقول ان هو اللي هيحكم الشعب ده ان ما كانش يقدر يحكمه لازم يمشي. من جريدة الشروق الجزائرية كاريكاتير لباقي بقرة بيصور فيه تحت عنوان مصر اليوم، ومن خلال عملية نشان مكتوب عليها مرسي، واحد بينشن عليها وحد حاطط له حرف الصاد ما بين الميم والره، يعني مصر أهم منك يا مرسي، ومصر أهم من أي حاكم إن ما كانش يقدر يحكم البلد دي، وكفاية إن هو يقدر يجي في يوم من الأيام يقول إنه كان بيحكم أعظم بلد في الشرق العربي وهو مصر. في صورة جميلة للتراويح ولمظاهر شهر رمضان الكريم، الميدان وموائد الرحمن في الميدان، والكل متجمع عليها والناس فرحانة وخط واحد وبيقولوا وبيصلوا التراويح وبيفطروا في الميدان. رمضان هو شهر الكرم، ورمضان الكرم، والكرم ايد واحدة بيعبر عليها الفنان، بيقول ان هو حاطط صورة فانوس رمضان والفانوس طالع منه بيقول ربنا ينور بصيرتنا، ورمضان والكرم ايد واحدة، وده معناه ان احنا محتاجين لشمعة تضيء ما نحن فيه من انقسام في هذا الوقت المهم. صورة جميلة جدا ومعبأة اختارتها وكالة رويترز للأخبار كأحسن صورة في عام 2013 لطفل بريء جدا حاضر صلاة التراويح مع أحد من أهله، واقف يتفرج على المصلين، وفي الصورة الثانية الكل سجود وهو نفسه بيسجد لله سبحانه وتعالى. بعد الصورة الجميلة ديت هنطلع فاصل سريع ونكمل معاكم سياسة تير. اهلا بكم من جديد، رجعنا من فصلنا ونيجي على طول ندخل في صورتنا الجديدة. ورمضان دايما هو شهر الخير والبركات، رمضان دايما بيجي وبيخلينا يتحسن نفوس المسلمين وتخلي التبرعات والخير بيغدق على المحتاجين. فنانا بيصور لنا مواسم الخير في كاريكاتير، باب مكتوب عليه الصدقات والتبرعات دليل على شهر رمضان، والفقراء داخلين لهذا الباب ومكتوب عليه العرض ساري حتى نهاية الشهر الفضيل. وطبعا ياريت نتمنى ان دايما العرض ده يكون في جميع شهور السنة مش شهر رمضان بس. وفي كاريكاتير معبر لعماد حجاج من جريدة القدس العربي بيكلم فيه عن شام العرب، احنا عارفين ان شام العرب كانت بيضرب بيها المثل في كل مكان، من شام العرب اكرام الضيف ونصرة المظلوم، وحاجة جديدة ومهمة هو الانقسام السياسي. وهنا بيحاول الفنان يعبر ان اصبح من اهم شيم العرب انه دايما هم مختلفين مع بعض حتى ولو كانوا في بلد واحدة. الصورة اللي معانا صورة معبرة جدا عن حاجة بنسميها السياسة الناعمة، وبتصور الدكتور مجدي يعقوب الطبيب المصري العالمي في أمراض القلب، وهو في إثيوبيا بيكشف على أحد أطفال إثيوبيا المرضى وبيعالجهم بالمجان في دليل على محاولة لرأب الصدع بين مصر وإثيوبيا. وطبعا زي ما قلنا دكتور مجدي يعقوب بيعمل دبلوماسية مصر الناعمة العظيمة والرقية اللي لازم تسود دايما في كل وقت. كاريكاتيرنا الجاي بيعبر عن الانقسام السياسي والوضع في مصر من يوم 25 يناير. الفنان راسم مصر ماشية محمية ماشية على حد السكين، وبعد ما عدت كل المسافة دي وهي ماشية بتدمي، ودليل على ما يحدث في الشارع والوضع السياسي، وصلت ليافطة مكتوب عليها العودة لنقطة الصفر. وطبعا هي ما كانتش لازم تكون عودة لنقطة الصفر، لكن دي زي ما قلنا هي عملية تصحيح، وده اللي كان لازم نعمله من 19 مارس 2011. كاريكاتير معبر لماهر بدر من جريدة الأهرام بيصور الفتنة نار متقدة،
ومصر فوقها بتبكي وبتدمع على نار الفتنة، وراسم اتنين من رجال الاطفاء بيقولوا ربنا هو اللي حافظها وحميها. يا رب دايما احفظ لنا مصرنا واحميها واطفئ نار الفتنة. من جريدة الشرق الأوسط كاريكاتير معبل لأمجد رسمي بيصور في الوطن العربي وهو مضروب في ظهره مسمار معلق عليه صورة العم سام وهو الرمز العالمي للولايات المتحدة الأمريكية، وطالبان بتدق هذا المسمار في ظهر العالم العربي، وقال إيه بتقول عليه وونتد، أي أنها تطلب القبض على الأمريكان، وده دليل برضو على أن طالبان هي يد من أيدي الولايات المتحدة في تقسيم الشرق الأوسط. الاختلاف السياسي هو سمة هذه الفترة اللي بتعيشها مصر، والاعتراض دايما على كل حاجة، لازم كل ما نعمل حاجة حد يطلع يقولك معترض. وفي كاريكاتير لفرج حسن كانت شاي راسم فيه اتنين صحاب قاعدين على القهوة، وواحد بيقول للتاني يعني النهاردة اول رمضان فعلا ولا في احزاب تانية اعترضت، في دليل على ما يمكن ان يحدث من اعتراض حتى على الحاجات اللي بيعتبر مسلم بيها، وربنا يستر من كتر الاعتراضات. وفي صورة للحاجات النادرة اللي الناس دايما بتحافظ عليها، واحد رايح متحف بيبص وعلى احد التحف لقاها مكتوب عليها هدوءا، يعني ان الهدوء بقى من الحاجات النادرة، وهو طبعا مذهول جدا من كلمة ديت، لان طبعا ما عادش فيه هدوء، وان الهدوء ده اصبح عملة نادرة واصبح حاجة غريبة جدا جدا جدا. في مقولة جميلة ومشهورة جدا لجمال الدين الافغاني بيقول فيها ملعون في دين الرحمن من يسجن شعبا، من يخنق فكرا، من يرفع صوتا، من يسكت رأيا، من يبني سجنا، من يرفع رايات الطغيان، ملعون في كل الأديان من يهدر حق الإنسان حتى ولو صلى أو زكى وعاش العمر مع القرآن. طبعا كلمة جميلة جدا لجمال الأفغاني بيدل فيها على إن الحق دايما في الحرية وحرية التعبير، وأن السجن ومحاولة قمع الحريات ليس من الدين الإسلامي الحنيف. آخر صورة معنا للشاعر أحمد مطر وقصيدة أو كلمة جديدة بيقول فيها لا تكن حاكما كلبا فيتكالبون عليك، ولا حاكما ثورا فيثورون عليك، ولا حاكما أميرا فيتآمرون عليك، لكن كن حاكما إنسانا فسيستأنسون لك. مشاهدينا الكرام كانت دي آخر صورة معانا، ويا رب يحفظ مصر في الشهر الكريم ونخرج من الانقسامات والفتنة. شهر رمضان مستمر معانا، نأمل ان قبل نهاية الشهر الوضع في الحال في مصر يهدى ونرجع اخوات واحبة، ولو كان في اختلاف سياسي او اختلاف رأي، ولكن الاختلاف لا يوجد لا يفسد دايما للود قطية، ومصر دايما هي أمنا. تحياتي، حلقة سياستير انتهت، تحيات فريق العمل، وتحياتي أنا حسام الدين عاطف، وأسيبكم للحلقة الجاية إن شاء الله.